مرحبا، تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشرق، قناة شوف تيفي، أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال. طقس بارد، برد قارس جدا جدا متابعينا ومشاهدينا الكرام، بعد الساعة 10 ليلا أو قبل الساعة 11 بسبع دقائق بالضبط، الساعة تشير إلى 10:53. طقس بارد جدا، السبيق ديال البرد في هذا الأثناء، أجواء باردة جدا متابعينا مشاهدينا الكرام، تسجيل برودة شديدة في الطقس، انخفاض نسبي ملموس ملحوظ في درجات الحرارة بعد 10 و11. لأن كما قلت متابعي قناة الشرق، قناة شوف تيفي، أجواء باردة رغم تسجيل 12 درجة مئوية، إلا أنه الطقس جد بارد هنا بأبرز الشوارع الرئيسية الكبرى لعروس وجوهرة الأطلس المتوسط، عاصمة جهة بني ملال الخنيفرة، مدينة بني ملال. كانت مسجلة بعد زوال اليوم 21 درجة مئوية في الحرارة العليا كأعلى مقياس يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة هذه تنخفض بالليل والصباح وتوصل إلى 5 درجات مئوية كأدنى مقياس في الحرارة الدنيا. سرعة الرياح كتجاوز 16 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة كتوصل إلى 51%. أجواء ليلية ساحرة مثيرة مباشرة أنقلها لكم بالصوت والصورة من شارع محمد الخامس الرئيسي بالطريق الوطني الرئيسي المؤدية إلى مدينة مراكش. لنا هي الأجواء قبل الساعة 11 بخمس دقائق. كما قلت متابعي قناة الشرق، قناة شوف تيفي، أجواء باردة، تسجيل انخفاض نسبي ملموس في درجات الحرارة، برودة شديدة في الطقس تسجل هنا في المناطق الجبلية. كذلك هي نفس الأجواء التي تسود في مختلف وعموم مدن الجهة الرئيسية، كما هو الحال والشأن بمدن قصبة تادلة، أبي الجعد، لفقي بن صالح اللي كنا فيها صباحة اليوم. كذلك يعني كانت أجواء باردة جدا بخريبقة، عازلة، الخنيفرة، كذلك هي نفس الأجواء بتفاوت درجة أو درجتين على أبعد تقدير، يعني بين المناطق بين المدن، فلا فرق بيننا اليوم وبالأمس. كذلك يعني درجات حرارة جد منخفضة تسجل هنا في المناطق الداخلية للمملكة المغربية، المناطق الداخلية تعرف تسجيل برودة شديدة في الطقس، حركة السير والجولان خفت قليلا شيئا ما. هذه الأجواء العامة متابعي قناة الشرق، قناة شوف تيفي، من هنا من مدينة بني ملال إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق، دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.